منتابع لايف مع واتس كوكينج. اليوم معنا شيف شربل صافي، محضر لنا طبقين رح نستعمل اليوم، المشروم والتفاح والكريم وكذا مكون ثاني. بونجور شيف. بونجورين، كيفك اليوم؟ ماشي الحال ماشي الحال. شو محضر لنا لليوم؟ اليوم في اكلتين وكمان هيك سريعين، خرج الشتويه العاديه بتعرف فطه على طول، مثل ما عم بحكي اكل الشتاء ده فينا نعطي افكار حلوه وجديده هيك، لانه كمان عم نقرب على نوال، بيتحضروا كمان على كريسمس، مش غلط ابدا خاصه على هيك طاوله العيد، خصوصي ايه على الجمعات الكبيره بالعيد. مزبوط مزبوط، هينين وسريعين. هينين وسريعين والحلو انه عم نستعمل تفاح. احنا رح نعمل اليوم اثنين كاسرول، يعني فخاريت اثنين رح نعمل فيهم تفاح كراميليزي، رح نحط على الوجه جبنه الشافر ونفوتها على على الفرن، اكيد مع شويه كاستنا، مش كثير كاستنا، شوي صرنا نعلق موجود على الكاستنا لانه قد ما موجود عندنا. اسم الله يعني على هال اسعار، يعني اللي عم بتفاجئنا للاسف. صح مزبوط. وعندنا الاكله الثانيه اللي هي الفطر مع الصلصه البيضاء، اللي هي اكلتنا الاساسيه رح نعملها اليوم. رح فينا نستعمل كذا صنف من اصناف الفطر، انا اليوم نستعمل الفطر الابيض، رح نعمل مع الكرات والبصل الكراميليزي، نخلطهم نحط لهم شويه مبيض ابيض، شويه كريم، فينا نزيد عليها شويه اعشاب اذا بدنا، كمان بتقدمها هيك بيكونوا طبقين حد بعضهم حلوين على الطاوله. بينتقدم معهم الخبز المحمص مثل ما بحكي على طول هيك، لانه مثل الدب هن فيك تشيلي بالخبزه، تغطسي الخبزه وتشيلي منها. اوكي بنبلش باول طبق، بشو رح نبلش؟ خلينا نبلش بالاول نحضر التفاح لانه بده يفوت على الفرن. أوكي. انا شو بدي هون؟ بدي احط نقطه زيت على مقليه شوي صغيره، يعني نحن مثل ما على طول بحكي انا بنحط نقطه زيت، برجع بحط شقفه زبده كرمال لحم الزبده ما تحترق. شافت زبده كبيره تعتبر؟ إيه. لا لانه التفاح بده يمتص كميه كبيره من هالزبده، والا بيطلع كثير معنا مبرغل، يعني بس تستويه ما بتقعد تحسي بهالطعمه الطيبه بالتفاح، بينشف. اوكي سو على طول لازم نعطيه هالماتير الزبده لا تعطيك اصلا طعم. الاكل الشتوي بيحمل زبده وبيحمل زيت، بيحمل هالمكونات اللي هيك بتدفى، يعني بتعطي انرجي. مزبوط مزبوط. المهم نعرف كيف بدنا نرجع نصرفهم كيف نرجع نصرفهم. انت مقطع التفاح قطع صغيره كيوبات صغار بس مش مقشر. مزبوط منه مقشر على طول، بحكي انه التفاحه بفضل على طول دل القشر عليها، لانه القشره هي بتعطيك الفيتامينات، ولو بدنا نطبخها بدل فيها فيتامينات. وتفاحنا بلدي اكيد 100% برجع شد على طول على التفاح البلدي، واساسهم صغار، وعم نستعمل التفاح الاصفر يلي نحن عندنا اياه الجولدن ابل. بس تدوب الزبده بنحط هالتفاح فيهم هون، بنخلي العمليه انه تنطبخ تقريبا على حراره متوسطه، ما تكون الحراره كثير قويه عليها، لانه ما بدي حبه الزبده حبه التفاح تلدع من وراء الزبده، لانه بتعرف الزبده فيها نسبه حليب عاليه، ما بدنا اياها تلدع تعمل لنا نقط سود. بس رح تبطل تقرش التفاحه. لا لا بتقرش تقلك، لانه نحن هون بس عم نعمل لها تسخين صغيره، يعني عم نكفي طبخه بالفرن، يعني على طول بس بدنا نرجع نكفي الطبخه بالفرن هون بنكون عم نحضرها لندخلها على الفرن. اوكي هون بدنا نزيد عليها القرفه. تفاح مع قرفه يعني شغله، هي لحالها اكله بالكيك بالدسير بالحلو بالمالح بكل شيء. تفاح مع القرفه بيلبق، يعني بيلبق. شو ان كان التفاح ان كان الانجاز كمان بيلبق الانجاز معه هالقرفه، يعني انا على طول بقول بفضل استعمل القرفه للحلو ما استعملها للمالح، المالح ما كثير بحب القرفه تكون متوجده. بتزيد عليها سكر اسمر تقريبا فنجان، تقريبا فنجان. هلا نحن لا عم نعمل حلا هون، يعني لا عم نحليها لهالاكله، بالمقابل عندنا الجوتشيز، الجوتشيز حاده وحامضه، يعني تيصير في كونتراست بالطعمات، يعني بنفس الطبق. صح صح، هذا اللي عم جرب اعمله انا على طول، بس يكون في عندك شيء كثير حد بدك تكسريه بشيء حلو، يعني مثل جبنه الروكفور مثلا، لا على طول بيقدموا مع الجوز الكراميليزي اللي بيبقى كثير سكري، لا لانه كثير قويه طعمتها وحده، بدك شيء يحليها بيعطوا طعمه بتطير العقل مع بعضه. بلش ياخذ لون التفاح هون عم يشقر.
انا هلا اللي عم بعمله انه عم بتاكد 100% انه داب السكر فيها، هذه كل الخبريه. هون انا شو عندي؟ عندي الشفر، هلا انا تركها بورقه الخشخاش، جبنه الجو تشيز، فينا نجيبها البلديه كمان بتطير العقل، مثلا انا اليوم جايبها بلديه ما ضروري تكون امبورتي، فينا نجيبها تكون اسيا المهم، بنخليها بالورقه تبعها من معسه هيك بالايد لنطريها لانه بنرجع نحطها بالمكنه. سو هيدي احسن طريقه انه نقدر نطري الشافر، نخليها بورقه الخشخاش نكبسها هيك نكبسها، بنكون عم نساعد المكنه بالاول لانه بتعرفي ممكن كثير ينكسر الانجل يلي موجود بقلب المكنه ما بيسوى. اوكي، يعني اذا كانت بلديه بنكون مصفينا من ميتها على الاخر. هي عاده البلديه بتجي اوريدي مش بميتها، مش بميتها، يعني بتجي الجمله المعزه بتبقى بتجي ناشفه وحده وقاسيه، وكل ما كانت قاسيه كل ما احسن. هون انا رح احط هالتفاح بالفخاره. إذا مش موجود الفخارة حيالة طبق بفوت على الفرن. حيالة طبق مزبوط بيمشي. كتير مهمة إنه نستعمل طبق نقدر ندخله على الفرن منشان ما يطق، يمكن ممكن كتير يطق، وننتبه كمان ما إنه ما بيسوى، يمكن في أصناف من الماتيريا اللي ممنوع تفوت على الفرن لأنه ممكن تعمل تسمم. صح، مثل ما شفتي هون حطيتها شقف بقلب تقريبا نص كيلو جبنه هون استعملنا، تقريبا وقيتان، تقريبا وقيتان. هلا بدك وقيتان الا مثلا لهيك فخاره، ما بدك اكثر. رح احط شويه مي بقلبها لا اقدر رخيها تقدر وصلها تصير كريمه. نطحنها مزبوط لنتاكد منها انه تقريبا صارت كريمي. نحن هيدي رح نمدها فوق التفاح، هيك بدنا نمدها، بدنا نوصل لدرجه انه نمدها تنزل مثل صوص فوق التفاح. يعني لازم نطريها كثير. لازم نطريها مزبوط، فينا نطريها كثير، مثلا انا هون ما رح كثير طريها، بحب تضلها شويه فيها قساوه. ومجرد ما تحطيها عليها وتدخليها على الفرن هي رح تفتح بقلب الفخاره، رح تاخذ فورم الفخاره. خلينا نتاكد منها هون. يلا بدنا نكزه مي صغيره، يلا هن 50 جرام مي عم نحط لها للوقيتين. يلا تمام، هيدي اياها، صار فينا نشيلها. بدنا سباتول، بتعقد صارت كريمي وخلص. هي او بدك تزيد بعد شيء عليها؟ لا، بدي احط هلا شقف من الكستنا على الوجه، بتفوتيها بتدخليها على الفرن، بتكوني محمصه خبز اكيد وبنقدمها معها. يعني للي بحب الجوت تشيز اكيد مبينه، يعني روعه. لا رائعه عن جد، كثير طيبه. هيدي الفكره تبعها، ليكي كيف صارت مثل قريبه لللبنه، يعني لاحظي كيف عم تنزل قريبه للبنه. لما نحرك اللبنه مثل ما بنقول، بس نحرك اللبنه بتلاحظي بتصير رخوه هيك مثل هيدي. روعه. خبينا التفاحات. هلا انتبهي بترجع تدوب كلياتها سوا، هي يرجع يبين التفاح. لا لا، بتغطي بارت كثير كبير من التفاح، حتى لا بل ممكن تغطي البارت الكامل، يعني ممكن تدوب كلياتها سوا وتغطي الفخاره كلياتها سوا، يلي هي ممكن يصيروا مثل ممزوجين مع بعضهم، يعني ممزوجين مع بعضهم مص. صح، هيدي هي الفكره. ولا عاملينهم طراية لانه بالنهايه الخبزه اللي بدك تغطسيها فيها بدك تقدري تشيلي، ما تطلع معك ما تطلع معك حمصنا الخبزه تكون قاسيه ونقدر نعمل دب. بدك هيك لا ما بيأثر. هلا هي بترجع تدوب، شقف من الكستنة على الوجه، فينا نحط كستنة مع التفاح، فينا نحط الكستنة على الوجه، بس انا بحب شقف الكستنة هيك على الوجه يضلهم مبينين تتعرفي شو في بقلب هالاكله. يعني اذا حطيتي بالكعب كمان لازم تضلي تحطي على الوجه لتعرفي انه فيها كستنة. اوكي، بقلبها ساعتها بالمقليه ولا من بعد ما نطفي النار؟ لا هيك بتحطيها مع فوق التفاح، يعني ان بتوين بتحطيها، بتكبيهم على الوجه، بتغطيها بالجوتشي، بترجع بتحطي كستنة من فوق كذا. انا هلا لك ما في مهر، في ضريبه. لا اكيد لإلك لكيزانا، بالعكس مينيموم يعني. ها هلا بدنا نتقسم ثلاث حبات كستنا بقيوا. يلا تننتقل على الاكله الثانيه. اكلتنا هينه؟ هينه وخلصت سريعه. وقديه بدك تدوقي عن جد شيء كثير 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 طيب، مش معقول من الاطيب. ما عندي شك.
وفكرتها سريعة بتنعمل بالبيت 100% ولا أهون من هيك. كلنا عنا بلندر بالبيت، يعني كلنا منجيب جو تشيز على البيت، كلنا عنا تفاح بالبيت، كلنا عنا سكر أسمر أو أبيض، يعني متواجدين غرادة. يلا ننتقل للأكلة. كلنا عنا كستنا بالبيت. صح صح، ما في مهرب منه. شو هال شو هال شو هالسر؟ يلا وصفتنا الثانية. وصفتنا الثانية بدي أعمل الفطر مثل ما حكيت مع الصلصة البيضاء. عندي البصل، أنا هون أوريدي عامل بصل جوانح مقليهم مع حصين توم هيك تنشفهم مزبوط. عندي الكرات، هلا بدي بلش أقلل الكرات بالزيت زيتون. هلا شو عامل أنا؟ يعني أنا هون مقلل البصل، إذا بدنا إذا ماني مقلل البصل بدي بلش بالبصل والكرات سوا، فينا نحطهم مع بعضهم. أوكي بس هيك لتوفير الوقت بنحط هالكرات. كمان بدنا نحط شقفة زبدة. يلا في مهرب منها؟ لا ما في مهرب منها. أنا ما عندي مشكلة. بدك تشوف الشباب اللي عم يعملوا دايت. لا لا ما هيدي لطشة. لا أبدا. أنا غرامي الزبدة. لا مثل ما بحكي عن جد إنه بليز، يعني كثير مهم إنه ننبسط إيه بالأكل الدسم، بس نحن نعرف الرجلج، يعني نعرف إنه تقلنا الطبخة مش كل يوم ناكل أكل دسم، يعني تقلنا الطبخة تاني نهار نحرك حالنا شوي صغيرة، نعمل شوية رياضة. لا تسم الله عليك. بس عم طلع فيك عم بضحك إنه لا أصلا أنت مش اسم الله، يعني مش ناقصك بحق لك. لا بالعكس بنتبه، بس هيدا هي ترجلوج يعني مش كعطول بنتبه إنه بيحقل، بس بيحقلك anyway. إنه ليه؟ لأنه تقدر عندك حركة، تقدر عم تعمل سبورت، تعمل يعني بدلك بتحرك سم بدني كتير، من هيك بحرقه دغري. هيدا أهم، هيدا أكتر شيء فات بيرنر. يلا لحس تعملنا البصل، الكرات كتير بيلبق، بس تحط الزبدة مع الكرات ايه؟ كتير طيب. حتى هيدي الجارنيتير هلا روعة. مزبوط، فيك تحطي هاي الجارنيتير مع شوية بطاطا محمرة مع شقفة ستيك، كتير طيب الكرات مع الستيك مع اللحمة، أنا كتير بحبه. فطر؟ فطر مقطع رفيع. فطر مقطع رفيع نحطهم. أنا حاطت زيادة اليوم، بحبحهم أنا، ما بدنا أكتر. وهو الفطر مع الكريم قصة، يعني قصة هو قصة إجمالاً على طول بنحط كريم فريش للفطر، يعني تقريباً ثلاثة أرباع الوصفات بيكون فيهم كريم. فيهم خاصة الأشياء اللي بتعمليها جراتينية، يعني أنا مثلاً بالباستا ما بحب أحط كريم، يعني بحب الباستا على طول تكون بلا كريم، أصول ما يكون فيها كريم، لأنه كثير رح يتفاجئوا مشاهدين إنه عم نحكي هذا الموضوع، باستا ما المفروض يكون فيها كريم إلا الأشياء عم نعملها كثير دارجة، مش دارجة، إنه كثير معروف إنه بنحط كريم بالباستا. مزبوط، هي الباستا المفروض تنعمل منشيل من النشا تبع الباستا، يعني بس نسلق الباستا هالمي اللي دلت فيها غنية بالنشا، لأنه ظهر بتعرفي الباستا طحين. إيه منشيل شوي ملعقة صغيرة، يعني بس بدنا نعمل هالباستا سوتيه، حطينا الباستا يعني بدل ما نكب المي، بدل ما نكب المي منشيل من هالمي ملعقة صغيرة، بيكون عندنا جبنة البيكورينو يلي هي المضبوطة نعمل الكريمي باستا أو البارميزون كرمال. بس نبرش هالجبنة فوقها وتتفاعل مع هالمي الغنية بالنشا تبع الباستا تعمل لك هالكريمي صوص. أوكي. يلي هي صارت تنتقل مع الوقت، لنحن صارت نحن نجيب الباستا ونحط كريمة يلي هي صارت إيه. هي غلط، هي على طول لازم تفاعل المي مع النشا مع البارميزون. بدنا نعمل حلقة، بدنا نعمل حلقة، لازم نعمل حلقة عنا هيدي ونعلم كيف لازم نعمل الكريم نحن بلا ما نجيب كريم خالصة، بيكون كتير أطيب من كنوعية مية الباستا. ايه هلا هي ما بتطلع، هي مش كريم، يعني هي بتطلع نحن بس شو فيها بتفكريها كريمي، بس هي نتيجه تفاعل المي مع النشا والبارميزون او البيكورينو اللي حطينا مع الباستا، بس بتنبسطي فيها لانه منا ثقيله، يعني بتنبسطي بتاكلي الباستا ومنا ثقيله وطعمه طيبه. صح، والكريم بتاكلي الصحن خلص يعني صحن صغير يعني إيل. بالشبكه اكيد بلاك بيبر، ما حطينا له بعد الاسيزونمون، بحبح له بلاك بيبر، ملح خشن او ملح عادي ما في مشكله. لكن قلينا البصل مع الثوم. صح. شو زدنا؟ رجعنا الكرات، عملنا قليت البصل والثوم، بلشنا بالكرات، زدنا عليها البصل والثوم، حطينا فوق المشروم اكيد مع شقفه زبده وشويه زيت، رجعنا حطينا فوق الملح والبهار الابيض، هلا بدنا نطفيها بين بيض ابيض.
برجع بعيد المبيد فينا نستعمل فينا ما نستعمل منها ريسال دوباز بس بالطيب بتعطي طعمه اكثر للاكله. هون هلا بتبلش لم نعمل هالخبريه تصير في نتيجه هيك تبادل للطعمات. يعني هلا المبيد عم بيعطي دوره، الفطر عم بيعطي دوره، الكرات، البصل، الثوم، صار عندنا الباز الكومبينيشن رائعه بقلبها. اخر شيء منضيف عليها الكريمه اللي اكيد بدنا ننتبه عليها، لازم ضلها بالبراد. شو صار عندنا هون؟ هون الجبنه احمرت، بلشت تحمر، بدها شوي صغيره بعد، بدها تقريبا بحدود الدقيقتين بتكون رائعه. وهون شو عندنا؟ بدنا نزيد هلا هون هلا بدنا نزيد الكريم. خلينا نحط شويه الثوم اللي هو السيبولات بقلبها. رح نضيف الكريم، بس انا شو ناطر؟ ناطر المبيد منشان يتبخر على القليله ثلاث ارباع الكميه، ليكي قد ايه بدنا نخلي هالمبيد يتبخر منها منشان ما تقرش معنا الكريمه اذا بدل فيها سوائل. هي الفكره. هلا انا هون محمص خبز، اليوم جايب خبزه الشباتا، قصينا سريال جايبها، قصصها ترانشات كثير رقيقه، محمصة دقيقة بالفرن بس. وبالطبقين بدنا نعوز الخبز؟ هيدي للطبقين، هيدي كامل للطبقين، مش هيك عم بقول فينا نقدم هالطبقين سوا مع بعضهم. وهالخبزة هي فيك تستعمليها لتاخذي فيها الطبقين، تستعملي فيها صح 100%. بعد بدها وقت بعد هون لا خلصت، هلا بس بدي بناطر بس شوي صغيرة لضيف عليها الكريمة، يعني تخلص شوي كمية المي منها، تضيف عليها الكريمة مثل ما حكيت مشان ما تقرش ونقدمها. اوكي وخلص، ها هي يعني هو اكلتين هودي هن الاكلتين. صح صح صح. لكينا حطينا المبيد بس ناطرين تيتبخر شوي. اوكي لكن بعد البريك بتكون انت سكبت لنا الكريم وقدمناها ونشوف كيف طلعت. ناخذ بريك وبنرجع. رجعنا بعد البريك وشف شربل صار جاهز هو والطبقين اللي حضرهم، طبقين الشتويه بامتياز. وانضمت لنا رانيا تدوق، انت بتحب الاكل المالح والاكل هيدا الشتوي. صح صحيح. ومثلك بتحب الاكل الدسم يعني. ايه. ما بزعل ابدا يعني ما بنسال، دسم خفيف بناكل كل شيء. وي ونت تو انجوي ذا فود. بس شو الطبقين؟ انا عرفت انه في شيء فريكاسي دو شامبينيون، بس الثاني شو؟ الثاني تفاح كراميليزي مع الجوت تشيز والكاستانا، يعني سويت هون سويت وكمان سالي الجوت تشيز، فمن هيك صار في اكيليبر بالطعمات. الحموضه هون بنضيف عليها شوي البيروزي اللي هو البهار الحب لونه زهري، بحطه هيك على الوجه. بكرهه انا هذا الشيء. هلا اصلا ما راح ذوق السويت اني وايز يعني. يلا شفتوا انه طبقين سريعين بينعملوا و طيبين. يلا صورة على السريع وتيستينج. لكن انا بدوق هون، انت بتدوقي هوني. ايه ايه اتفقنا. اه هيك؟ لا ما بحط لك منهم، فينا نشيل بلاهم ولو؟ اصلا كثير سخين على طول بيعمل هيك، بتعرفي شو بيعمل؟ بخلص الوصفة بكون انا وصرت عم يسكبها، يعني بتكون مغليه وبكون انا عندي سيجمنت بعد نص دقيقه ما بتلحق تدوق. ايش طب ما بلحقها كلها؟ ما بلحق. يلا ما شفتين باجيت حبيبي، شفت كيف انا ما رح صفحك. بس بدي احط لك الجوت بدك تدوقيها. بشو بدك تبلش تدوقني؟ يلا رح ادوقكم اثنين سوا. كلا كلا هلا لورا بتدوق عني. خلص لا ما في شو ما في رح ادوق رح بلش انا قبل ما يخلص وقتنا. هيدي منها كثير سخنة. لحظة شوي، بعدها نادين لها ساعة عم تحكي. طلعوا لي هون، تفضل استاذ الي، تفضل استاذ الي على الفضيحة. إلا ثلاث ساعات نادين بتحكي الشوكة باليمين. عن الشوكة والسكين، حطيت لي السكين على الشمال والشوكة عيب. بس أنا ما بلومه، بس رح على السرعة ما بلومه. شفتين على السرعة شو كنت عم بعمل؟ لأنه بالبريك بده يشيل من الفرن، بده يحضر يسكب المشروب. يلا خلص بنسامحه لورا، عملت لك واسطة لورا اليوم. لورا ثانك يو. لأنه إذا زعلته بطل يعملنا أكل طيب. ما في من هيك. أوعك أوعك تغلطي مع شيف. لا أبدا، شيف كثير طيب هالشيء. إيه كثير إيه. وفيها القرشة كثير طيبة كمان.
مثل ما تقول لي كنا عم نحكي عن الفريكاسي ودغري طبقناها مثلا. هيدي بدل ما تشكري تقولي له فكرت فيي. قصدك انه فكرتي؟ انه فكرتك الفريكاسي وطبقناها لانه ولا اطيب يعني عن جد. اعطيتي لنا الفكره وطبقناها، شو بدك احسن من هيك؟ ميرسي شيف، سلم ايديك يا شيف، كثير طيبين وخلص رانيا يلا ذوقي على رواق. اوكي بعد البريك شو عندك؟ انا عندي سانتي مع دكتور زينة قادري بعد البريك. ثانك يو لورا. اوكي يلا مشاهدينا بعد البريك لكن بتكفوا مع رانيا وانا خلصوا فقراتي لليوم، بشوفكم على راد الاسبوع الجاي. Thank you.